بكم في النشرة الرياضية. افتتح سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية افتتح بطولة الخليج في نسختها العشرين للجودو والكاتا التي ينظمها اتحاد البحرين للدفاع عن النفس على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة. وقد تمكن منتخبنا الوطني للكاتا من تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام، حيث قدم منتخبنا المكون من عبد الله الكواري وخالد علي مستوى رائع لاقى استحسان الجميع. هذا واحتل المنتخب القطري المركز الأول، وجاء في المركز الثاني المنتخب السعودي. نشكر الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس على تنظيم هذه البطولة الخليجية لأول مرة تقام على مملكة البحرين، وطبعا نرحب بالأشقاء. اليوم عندنا أربع فرق وعندنا لاعبين يمكن حديثين التكوين في البحرين، لأنهم حققوا لله الحمد نتائج زينة، وهذا بفضل الجهاز الفني والإداري والاتحاد وبرامجه، وإن شاء الله تكون هذه البطولة ناجحة. أود أن أتوجه بالشكر للاتحاد البحرين للدفاع عن النفس على هذا التنظيم الرائع وعلى هذا التجمع الخليجي اللي بصراحة احنا يعني نتشفق على هذه التجمعات، وخاصة أنه يعني يجمع ثلاث فئات الناشئين والشباب والكبار، يعطيكم العافية على ما قدمتم فيه. وثانيا الله يبارك فيك، وبالعكس هذه كل نتائج تحسب لنا كلنا كوحدة خليجية، اتحاد خليجي موحد إن شاء الله. نجح فريق الحد في الحفاظ على لقبه بطلا لكأس السوبر البحرينية لكرة القدم، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على المحرق بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة خليفة الرياضية. هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب محمد درميحي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، وبذلك يكون الحد قد احتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد أن كان قد تغلب بالموسم الماضي على المحرق أيضا بركلات الترجيح. وقد توج سعادة السيد هشام بن محمد الجهدر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، توج فريق الحد بأولى ألقاب الموسم الكروي الجديد.